صلي وسلم وبارك على حبيبنا محمد كما ينبغي لقدره ومقداره العظيم. اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله. مكملين مع حضراتكم خاطرة الفجر كل يوم بنتقابل علشان نحضر مجلس علم ونقيم الليل طلبا للعلم الشريف. وكل مرة بفكر حضراتكم إن خلاص يعني رمضان بينتهي وإحنا في العشرة الأواخر وإحنا بنتلمس رحمة ربنا في التلت الأخير من الليل قبل الفجر، وبنتلمس لحظة نظرة رضا من ربنا سبحانه وتعالى يغفر بها جميع الذنوب ويستر بها العيوب ويعيننا على إدراك عيوبنا ويعيننا على إصلاحها، ولعل نظرة رضا تبقى سبب في عتق إنسان من النيران. الحمد لله إن ربنا بيدينا الإذن إن إحنا نتقابل على طول مع بعض، وربنا سبحانه وتعالى ياخد بإيدينا ويجعل انتهاء رمضان بداية للوصل مع الله سبحانه وتعالى، ولا يكون انتهاء رمضان هو نهاية هذا الوصل ثم نلتقي لرمضان اللي جاي. يا رب تبقى بداية وصل مع ربنا سبحانه وتعالى. كنت بقرأ النهاردة في كتاب غالي علي قوي، هو كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي. الإمام الترمذي المحدث الكبير تلميذ الإمام البخاري، متوفى سنة 279 هجريا، عمل كتاب عن صفات النبي الخلقية، يعني شكل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، والخلقية تعاملات سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من أجمل الكتب الموجودة عن تصرفات سيدنا النبي وطباعه وأخلاقه في معاملاته. وهو مشروح، يعني يمكن دكتور يسري جبر شرحه على اليوتيوب وعلى الساوند كلاود، وكثير من علماء الأزهر شارحينه، وأنا برشح لحضراتكم إن كنتوا تدوروا على الكتاب ده وتسمعوه، مش تقرأوه، لأنه يحتاج شيخ، إما تقرأه على شيخ أو إنك أنت تسمعه مشروح فيه على السوشيال ميديا عموما. يعني كنت بقرأ في باب ما جاء في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحقيقة أنا مسمي اللايف ده اللي بيشغلك، ما الذي يشغلك؟ ليه؟ لأن الإنسان لما بتبقى في حاجة شغلاه بيصحى وينام عليها، بينام وباله مشغول ويصحى وباله مشغول بالموضوع ده. وكلما كانت الأشياء دي شريفة اللي شغلاك بتنام عليها وتصحى عليها، كلما علمت مقامك عند ربنا. عشان كده ابن عطاء الله بيقول: إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر فيما أقامك. عايز تعرف مقامك عند ربنا، أنت بتعمل إيه اللي شاغل بالك؟ شاغل بالك انتقام وناس لازم تتلف حواليا ويبصوا لي انا ويعظموني انا، ولا شاغل بالك ازاي تخدمهم وازاي تبقى طيب معاهم وازاي تسيب اثر طيب؟ ايه اللي شاغل بالك؟ شاغل بالك انك تكون سبب في ان الناس تحب الحياة وتبقى في سكون وهدوء، ولا شاغل بالك انك تعلمهم ازاي يعصوا ربنا سبحانه وتعالى عشان نشترك مع بعض، فالواحد ما يحسش ان ضميره مأنبه لو بيغلط غلطة معينة؟ ايه اللي شاغل بالك بتعيش وتصحى وتنام عليه؟ المعنى ده جالي من حديث في وفاة رسول الله، بيحكي احد الصحابة اسمه سالم بن عبيد، قال: اغمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه فافاق، فقال: حضرت الصلاة؟ هو جه وقت الصلاة؟ قالوا: نعم. قال: مروا بلال ان يؤذن ومروا ابا بكر ان يصلي بالناس. شوف، هو سيدنا النبي بيغمى عليه في مرض الموت، خلاص سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ممكن يكون بيموت النهاردة، ويغمى عليه يفوق، مش مشغول بحاله، اعملوا لي سووا لي هاتوا، لا 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 خالص، مع انه مريض المفروض الناس تخدم عليه، وده اللي الناس كانت بتعمله، بس هو ينام ويصحى الصلاة جت. عايز اطمن على الناس، هسيبهم واروح لربنا وهم موصولين بالله ولا لا؟ رسالته كان دايما العلماء يقولوا لنا كلمة: لا يقوم بهذه الرسالة إلا قلب محترق. محترق يعني إيه؟ يعني مشغول ومسيطر عليه أمر إن الناس تعرف ربنا سبحانه وتعالى. وكان إن الصالحين يقول: من كانت بدايته محرقة فنهايته مشرقة. الشخص اللي ياخد في الشغل، اللي بيشتغل بقلب محترق على الشغل ويشتغل 8 ساعات، 8 ساعات ونص جوه ال 8 ساعات من كتر الكفاءة اللي بيعملها، وهمه على مصالح الناس، نهايته مشرقة. عشان كده فكرة الاحتراق، ان انا ابقى الموضوع شاغل بالي جدا، لو فتحت قلبي تلاقيه مسيطر على قلبي،
سيدنا النبي يغمى عليه كده عليه الصلاة والسلام، وقت الصلاة جه أصلى الناس؟ لا. طب مروا بلال يؤذن وأبو بكر يصلي بالناس. ثم أغمي عليه فأفاق تاني، قال أحضرت الصلاة؟ قالوا نعم. قال مروا بلال فليؤذن ومروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة: إن أبي اللي هو أبو بكر يعني رجل أسيف يعني رقيق القلب، إذا قام بالناس إمام، إذا قام ذلك المقام بكى فلا يستطيع، فلو أمرت غيره. فلما وهي بتتكلم على سيدنا النبي ما تقول له أصل أبو بكر بيعيط كتير وهو بيصلي بالناس، فتقول لحد تاني أحسن. سيدنا النبي أغمى عليه تاني. شوف شدة المرض في آخر حياة سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فتاني يغشى عليه كده فيفوق وهي بتكلمه. فقال: ثم أغمي عليه فأفاق. قال: مروا بلال 4 مرات فليؤذن ومروا أبا بكر فليصلي بالناس. ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجد في نفسه خفة، فقال: انظروا من أتكئ عليه. فاتكأ صلى الله عليه وسلم على بعض الصحابة وراح كده يصلي وهو قاعد جنب سيدنا أبو بكر الصديق. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض، مات في هذا اليوم. يعني أنا كنت حابب إن أنا في خاطرة النهاردة أخلي كل واحد فينا، وأنا أولكم، إيه وإيه اللي شاغل بالك بتصحى وتنام عليه وأنت بتفكر فيه؟ لأن اللي هيقدم بيه الإنسان بين يدي الله يوم القيامة لازم يجهزه. إحنا هنخش الجنة برحمة ربنا، بس ربنا قال: فاتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت، اللي انت جاي بيه، وهم لا يظلمون. وقال ربنا: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. راح جاي لوحده. وأجمل ما تأتي به رب العالمين يوم القيامة بعد التوحيد، أحسن حاجة تيجي بيها إكرامك للخلق. أكتر شيء ربنا يحبك تيجي بيه بعد توحيد لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله، إنك تيجي وإنت كنت ليك سيرة حسنة طيبة مكرمة لمن حولك، بالذات الأقربين، بالذات الأقربين. يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير، أي حاجة، أي حنية طيبة، فلوس، وقت، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين. فيروح البني آدم يوم القيامة ورا جيش من الشفعاء عشان كان طيب معاهم. الإنسان لما بيموت جنازته بيبان فيها حبايبه اللي كان سند ودعم ليهم في الدنيا. عشان كده أحمد بن حنبل إمام أهل السنة يقول: بيننا وبينكم الجنائز. هيبان بقى قيمة الناس لما يموتوا، الناس تمشي كلها تشيعوا. فسيدنا النبي كان يصحى ويفوق: الناس صلت ولا لأ؟ عايز يطمن، أنا سايب الدنيا والناس مع الله ولا لأ؟ فكل واحد فينا كده يراجع نفسه، هو عايش بينام ويصحى على ايه؟ ويا بختك لو بتنامي وتصحي على عيالك اللي بتربيهم عشان تطلعيهم ليهم قيمه في الدنيا دي، ويا بختك لو روحت اخر اليوم. كان خالي يقول لي الكلمه دي، يقول لي: روح اخر يوم زي الهدمه، مرمي كده على السرير من كتر التعب، وانت بتشتغل وبتبني نفسك وبتبني في بلدك وبتبني في شركتك اللي بتشتغل فيها. كلمه جميله ما انساهاش ابدا. وان من الذنوب ما لا تكفره الصلاه ولا الصيام، وانما يكفره الهم في طلب المعيشة. فربنا يقدر كل واحد أن يكون لي قيمة في هذه الدنيا ويروح لربنا سبحانه وتعالى وهو من خير العباد. اللهم صلي وسلم وبارك على راحم المساكين. اللهم لك الحمد أن جمعتنا، ولك الحمد أن أخذت بأيدينا. اللهم لا تغرب شمس رمضان إلا وقد غربت بذنوبنا، لا تغرب شمس رمضان إلا وقد غربت بكبائرنا. اللهم انظر إلينا في أيام رمضان الأخيرة نظرة حب ورضا، حتى ينتهي هذا الشهر وقد أفضت علينا برحماتك وغمرتنا بعطفك ولطفك علينا، فلا نشقى في هذه الدنيا وأنت رجاؤنا. اللهم إن ضعفت قلوبنا في السير إليك فاحملنا إليك حمل الكرام عليك. وصلي اللهم وسلم وبارك على راحم المساكين، والحمد لله رب العالمين. اسمحوا لي بكرة في الخاطرة نرد برضو بعد الخاطرة اللي هنقولها، نرد على الأسئلة. بقى لي يومين ما ردتش على الأسئلة، من بكرة إن شاء الله يعني أواصل مع حضراتكم الرد على الأسئلة. سلام عليكم، تصبحوا على خير.